أكدت الفنانة لطيفة أن مسلسلها مع سبق الإشهار والذي يعد أول تجربة لها في التلفزيون تم تأجيله للعام القادم، وهو من إخراج غادة سليم. وحاول وضع اسمها على القائمة السوداء من قبل الشعب التونسي ومنع دخولها إلى تونس بعد أن اتهمها البعض بالغناء لمصر وعدم الغناء لشعبها. قالت لطيفة أن الأغنية التي تبث حاليا عن مصر موجودة في أرشيفها الفني من 3 سنين، وأكدت أنها لم تسجل أي أغنية وطنية سواء لمصر أو تونس لأنها لم تعثر على الكلمات التي تتمناها. كما أعلنت لطيفة عن مفاجأة غنائية، وهي ديو غنائي مع نجم مصري في أغنية تتناول كل الثورات العربية. ورفضت لطيفة الكشف عن أي تفاصيل خاصة بهذا العمل. بيحكوا بيقولوا عنك سعد ومازن حنك وضليل.